الفقرة الأولى والفتنس، بنتكلم تحديدا هنا احنا بنحب كل حلقة يعني نتكلم عن تمرين معين وفئة معينة. النهاردة هنتكلم عن تمارين للجزء العلوي من الجسم، وكمان تمارين تقوية العضلات، عضلات البطن، وده لكل الأعمار. أنا لسه كنت بسأل يعني ضفنا لنا لكل الأعمار. خلينا نرحب بكابتن حسام الفيل، مدرب جيم بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. صباح الفل، صباح الرياضة، صباح الجمال وصباح النشاط والحركة إن شاء الله. صح كده، بس أنا متابعاك طبعا على السوشيال ميديا، يعني بتدي كده عارف اللي هو دفع. الواحد بيبقى قاعد مكسل، لا نروح بقى الجيم، لا بجد بتفرق، بتفرق ان الواحد يشوف ناس بتتمرن، وانت عندك ناس كتير كمان بتمرنهم اعمار مختلفه، معظم الاعمار، دي حاجة حلوة جدا يعني. بس خلينا نتكلم النهاردة قبل ما نخش على تحديدا تمرينات البطن، خلينا نتكلم في العموم، فكرة ان انا اغير المنتاليتي بتاعه الشخص من شخص كسول او حتى مارس رياضه فتره وتوقف لشخص مش قادر يعدي اسبوع غير لما يتمرن 3-4 مرات مثلا فيه. تمام، بص، هو في البدايه دايما يعني انا دايما الناس بتاخد الرياضه دي، مش عايزه تاخد الرياضه دي كهدف، اللي هي ايه، حاجه مؤقته. يعني مثلا انا عندي حاجه عايز اعملها كمان شهر شهرين، فانا بخلص الموضوع ده وبطل رياضه. لا، قبل الصيف لو في انا بحب فرح دايما بحب دايما الرياضه تكون لايف ستايل، اللي هي بتكون جزء من يومي. يعني صح، انا هخصص لنفسي كده حاجه، يا ساعه في يومي لازم كل يوم بتمرن الحاجه دي، هتساعدني بعد كده. البدايه اهم حاجه، يعني ممكن الناس بتبدا بحماس كتير جدا، ودي اللي لاحظتها كتير، اول اسبوع خلاص وبعد كده بتنتهي. وبصراحه انا من الناس دي، يعني مش هكذب عليك، انا لما بوصل للشيب اللي انا عايزاه ببطل، وبعدين لو حسيت خنت تاني ارجع. في زي طبعا نماذج كتيره وده مش صح، بس احنا مش عايزين بقى كده. انا دايما مشجع الناس اللي هي يعني تخلي البدايه بتاعتك ستيب باي ستيب، اللي انا ببدا واحده واحده بحيث الحاجه دي تفضل مستمره معايا مدى الحياه. يعني الناس تبدا مثلا اروح الجيم مره في الاسبوع، بعد كده مرتين، يعني ابداها واحده واحده. حتى لو ما قدرتش ان انا اروح من في الجيم، ممكن ابدا التمارين عن طريق البيت. كويس جدا، يعني ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي للناس بادوات بسيطه جدا، بحاجات كلها متاحه عندك في البيت.